تقدم مركز دبي للسلع المتعددة بمقترح إلى مصرف الإمارات المركزي بسك عملة ذهبية، وإذا ما وافق المصرف فإن هذه العملة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط. نتعرف الآن على تفاصيل في سياق هذا اللقاء. في البداية نرحب بالسيد أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة. السيد أحمد، نود في بداية حديثنا أن تعطينا ولو نبذة بسيطة عن مركز دبي للسلع المتعددة، المهام والأهداف لهذا المركز. مركز دبي للسلع المتعددة مشروع يهدف استقطاب شركات سلع عالمية ومحلية، ومشروع يهدف إلى ملء الفجوات اللي كانت موجودة في الأسواق من ناحية توفير خدمات في مجال تداول العقود الآجلة في بورصة الذهب والسلع، عقود الآجلة للعملات، وأي خدمة أخرى يعني ممكن تتخذ المركز لخدمة تجارة السلع في المنطقة. نعم، لكن ما هي المزايا التي يقدمها المركز لأعضائه أو الشركات التي تتعامل معه؟ مركز بيع السلع المتعددة فري زون كأي فري زون آخر، يعني في إعفاء عن ضرائب والتملك بالكامل للشركة، وبالإضافة إلى هذا في تخصص يعني في مجال تجارة السلع، يعني شركات السلع اللي تنضم إلى مركز بيع السلع المتعددة تكون مطمئنة أن تحت مظلة مختصة في هالمجال تفهم احتياجاتهم في مجالهم. تقدم مركز دبي للسلع المتعددة بمقترح إلى مصرف الإمارات المركزي بصك عملة ذهبية، فلك أن تبين لنا أهداف هذا المقترح. هالاقتراح بكون صريح معك، اقتراح يعني صار له يمكن 4 سنين مع اطلاق المصكوكة التذكارية اللي هي من جهة برج العرب والشيخ محمد، وبعد 3 سنين بعد مع اعلان الاقتراح اطلقنا مصكوكة تذكارية لنخلة جميرة ومن جهة اخرى من جهة الاولى الشيخ محمد. واقترحنا المرة هذه بعد خذنا فرصة ان بعد تغيير الاسم من برج دبي لبرج خليفة، اقترحنا أن يطلقوا مصكوكة تجارية أو عملة تجارية عليها صورة رئيس الدولة والجهة الأخرى برج خليفة. كيف يطبق هالنظام؟ موضوع يرجع للمصرف المركزي ومكتب رئيس الدولة، شو كيف تكون صورة برج خليفة أو صورة الشيخ خليفة بن زايد، أو هل هو يكون اسم فقط على الجهة من جهة وبرج خليفة، هذا شيء يرجع للمصرف المركزي ومكتب رئيس الدولة. بالتأكيد هناك أهداف أخرى وراء سك هذه العملات الذهبية، فهل لك أن تبين لنا ما هي؟ طبعا يعني حجم التداول في مجال المسكوكة بتتضاعف، يعني نتكلم عن 100 ضعف يمكن، لان البنوك اللي بتشارك في العملات لانها بتشارك من ناحيه كانها سبايك ذهبيه خلاص معترف فيها، وتكون بعد المميز اخرى ان المسكوكة هذه تحمل صوره اطول برج في العالم، عرفتي كيف؟ له طيف كبير وتكون اول مسكوكه بعد تجاريه للشرق الاوسط. ممكن تشوفين تاخذين الكروجران من جنوب افريقيا مثلا، مسكوكه تجاريه لكن بعد تنباع في محلات المجوهرات كمسكوكه تذكاريه، وياخذوا على سعر الذهب عاد ما بين 6% الى 12% فوق سعر الذهب. الوقت الحالي اللي نباع في الاسواق في دبي المسكوكه اللي عليها نخله جميره والمسكوك اللي عليها برج العرب في معظم محلات او فنادق جميرة انترناشونال. المسكوك اللي عليها نخلة جميرة حصريا مع محلاتي بوبلي وجويا لوكاس، واتوقع يعني ما الاسعار ما يزيد عن اسعار الذهب اكثر من 6 الى 12%، اذا زاد يعني انصح المشاهدين ما 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 يدفعون اكثر عن 12%، لان هذه النظام العالمي عادة. والآن مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير لنعود بعد الفاصل لاستكمال برنامج عين على دبي.